إن هؤلاء الطواغيت لا يؤثر فيهم تلك المواقف الرمزية، وينبغي أن تكون البيعة لا على الجهاد فقط ولكن على الموت في سبيل الله. عمر رفاعي سرورة، المفتي الشرعي أو المرجعية الشرعية لأغلب التنظيمات المتطرفة في ليبيا والموالية لتنظيم القاعدة. اسم مصري لم يأتي من فراغ، فهو ابن الشيخ رفاعي الذي يعتبر الرعيل الأول لحركات السلفية الجهادية وأكثر شخصية مقربة من زعيم القاعدة أيمن الظواهري. زوجة عمر مسيحية أسلمت وبقيت متخفية رفقة جماعة داخل شقق كان يوفرها خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير، وهو صهر عمر رفاعي سرورة، شبكة للقاعدة نشطت سرياً وعسكرياً داخل مصر. خالد حربي ده إنسان مسؤول عن المسلمين الجدد، هما بيوفروا كل حاجة للمسلمين الجدد. جه خالد حربي في بيتها مع شخص تاني معرفوش، اتكلمنا شوية، قال لي احنا بنوفر شقق للمسلمين الجدد، اي حد دخل الاسلام بنساعده لغاية لما نجوزها ونعمل لها فرح وكل حاجة. في شهر 10 جه خالد حربي قال لي ان عمر رفاعي متقدم لك. جوزت في اسكندرية، بعدها بشوية طلع في التلفزيون العملية هي مقتل محمد ابراهيم. نزلت صور عمر على التلفزيون مع مجموعة ما يقرب من 20 او 15 شخص. جي ليبيا 2014 شهر 1، وانا جيت له ليبيا 2014 شهر 6. في 2015 عمر خلوه الشرع بتاع المجلس، مجلس الشورى. مره شدينا انا وهو في الكلام، فقال لي انا يعني الكلام ده كان في 2018، قال لي انا بيني وبين الشيخ ايمن فرد واحد، انت فاكراني انا قليل؟ كنا مشده كلاميه، انت فاكراني انا شخص قليل؟ انا بيني وبين الشيخ ايمن شخص واحد مش يسبني. هشام عشماوي ضابط قوات خاصه في وحدات الساعقه المصريه، عمله في سيناء لسنوات مكنه من تكوين شبكه علاقات مع تنظيم القاعده هناك، ليعود اليها ضابطا مفصولا رفقه عمر سرورة. طبعا بعدين تقدم لي هشام عشماوي وافقت عليه. طبعا حكى لي جزئيه بسيطه مش كلها. طبعا قال لي هو كان في الجيش المصري، كان في الساحقه وحاجه يعني كده فيها ضابط، هو وكان معاه واحد اسمه، طبعا الكنيه بتاعته اسمه حاتم، هو اسمه عماد بس ابوه يعني مش مركزه اسمه ايه، برضو كان ضابط معاه يعني طبعا الشقه من الجيش المصري، طبعا بسينة يعني صارت يعني اشتباكات بينه وبين الجيش المصري، هو أصاب برجل اليمين في ركبته، بعدين إجا إلى دارنا يعني هو ما يدرش من عنده، هو يعني نال هو معاه مال، كان معاه مصروف وكان يجي مصروف من مصر بس تبع من مين ما بعرفش، يعني كان يجي مبلغ من خلال أكرم التركاوي هو اللي يستلم له أو بهاء دولار. ولأن تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بايع داعش، فقد قرر الجماعة المصريون من تنظيم القاعدة الدخول إلى ليبيا وتأسيس تنظيم المرابطون داخل مدينة درنة، تنظيم تنازع الإمارة عليه كثيرون ما أثار الفتنة والفرقة بينهم. هو الفهماء إن عشماوي كان عايز يبقى أمير، في فترة من الفترات اتخانق هو وحاتم على مين فيهم يبقى أمير، والمجموعة رفضت عشماوي أصلاً. إن هو عايز يقود وهم مش عاجبهم أسلوبه، ده اللي اتقال قدامي، وعصبي لا يصلح. يعني ديما بنتكلم يعني على زوجة عمر رفاعي سرور بنقول لها نبي نعدي لها، قال لي ما تروحيش لا حشم. ايه السبب؟ قال لي ما احبكش تروحي، فهمتيني؟ بعدين انا عرفت يعني في زعل بينه وبين يعني من خلال سبق
خلال سوكي، لأن زوك صفاء صاحب زوكي يعني جدا، يعني كانوا مع بعض في الجيش، بس ما بعرفش يعني على أي خلال التفاهم، ما عنديش خلفية يعني. نساء قادة تنظيم القاعدة اللواتي التقيتهن كن على دراية تامة بهوية أزواجهن، وهذا حسب اعترافاتهن داخل محاضر التحقيق التي تحصلنا حصرياً على نسخ منها. فمثلاً عائشة زوجة مختار بالمختار عراب الإرهاب بمنطقة الساحل تزوجت قبله حسب اعترافاتها من هشام عماد الدين أحمد أمين بيبرس المكنى أبو سيف التابع إلى تنظيم الملثمين التابع إلى مختار بالمختار في دولة مالي، ومقرب من زوج أختها هبة والذي يدعى محمد الحسين محمد زغلول أبو كرم، والذي قتل في دولة اليمن والتابع إلى تنظيم القاعدة فيها. يعني هو مختار ما كانش كان عايز أمر الزواج ده يكون سر جدا حتى عن أقرب المقربين ليه، فنقلونا بعت واحد اسمه عم علي جزائري نقلني من خيام لخيام، تمام. وأثناء الطريق عم علي ده فتحني في الموضوع، قال لي في واحد أنا عندي رسالة يعني شفوية ليكي، إن مختار اللي هو ما قاليش مختار، قال لي خالد أبو العباس قال لي متقدم لخطبتك، تمام، وإن وافقتي هو هيقدر ينزلك، أنت عايز تنزلي من الصحراء وعايزة. قلت له بس أنا كده كده مش قاعدة، أول لما قال لي متقدم قلت له أنا مش قاعدة في مالي، قال لي لا ما هو هينزل كده كده على ليبيا، هو هينزلك وهينزل ليبيا وكمان هتنزلي معايا، فده ضمانة أكبر أن أنت يعني هتبقي نازلة في وضع كويس بقى مفيش أي مشاكل. بعدها فعلا جه في ليلتها مختار، كان أول مرة أشوفه بقى وجها لوجه، اللي هو يعني طبعا كان داخل عريس مختلف جدا بجعبة بسلاح، مفيش يعني في مصر يدخل بالورد الأمور دي في الصحراء، الجواز مختلف تماما خلاص، وكان أول مرة أشوف مختار أو أعرف مختار. هو كان في واحد اسمه عبد الرحمن النيجيري اللي هو كان من اللي طلعوا في عين أميناس، تمام، ده كان صديق مقرب جدا لي، وكان في واحد تاني برضو طلع في عين أميناس اسمه أبو عائشة كان صديق كويس لي، بس عبد الرحمن أكتر، عبد الرحمن النيجيري، تمام. اللي شفته مقرب لي أنا شفتش في مالي معرفش، لكن يعني كان في جليبيب موريتاني كان مقرب جدا لي لأن هو ده اللي فضل مع بعده. بعد كده في ليبيا هنا كان حمزة الموريتاني.